استشهد فلسطينيون اليوم إثر إصابته في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج بوسط قطاع غزة. وذكر شهود العيان أن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من النشطاء الفلسطينيين في المنطقة. وأكدت المصادر أن الشهيد ينتمي لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلتنا من غزة لنا شاهين. لنا، ما هي آخر التطورات الوضع لديك الآن؟ لنا، هل تسمعيني لنا بوضوح؟ نحن معا على الهواء. يعني أسألك عن تطورات الوضع في غزة الآن بعد استشهاد الناشط الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال. نعم هبة، الهدوء عاد يسود المنطقة بعد هذه الاشتباكات، وذلك حسب شهود العيان الذين أكدوا أن اشتباكات مسلحة دارت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. النتيجة هي استشهاد مسن فلسطيني عمره 50 عاما، وذلك حسب المصادر الطبية الفلسطينية، حيث قالت هذه المصادر إن سامي أبو قوصة البالغ من العمر 50 عاما قد استشهد على الفور، وذلك بعد إصابته بشظايا قذيفة مدفعية، وتم نقله إلى مستشفى الأقصى في دير البلح، وكانت إصابته بالغة وخطيرة جدا، وتم استشهاده على الفور، وذلك بعد فشل الطواقم الطبية في إنقاذ حياته نتيجا لخطورة إصابته. وهذا الحدث هو ليس بالأمر اليسير هنا في قطاع غزة، سيما أن هناك حالة من الهدوء وهذه التهجير الغير المعلنة إن كان بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، حيث أن هذه الحوادث على مدار ما يزيد عن شهرين لم يكن هناك أي من الشهداء بين الفلسطينيين، ولكن كان هناك إطلاق للنيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وبشكل خاص على المناطق الساحلية على شاطئ البحر، وبذلك بشكل خاص فيما يتركز في منطقة الشمال. على كل الأحوال كما ذكرت هذه الآن هو الهدوء الحذر، والنسبة فيما كان هناك قلق خلال الشهرين الماضيين، كان هناك تصريحات من القادة الإسرائيليين بأن ربما يكون الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للحرب التي شنت على قطاع غزة والتي كانت تحت عنوان الرصاص المصبوب، والتي حصدت أرواح العديد وعاقت وأوقعت العديد ما بين جرحى ومصابين ما يزيد عن 5000، كان هناك أحاديث بأن هذه الذكرى سوف تكون هناك حرب جديدة. على كل الأحوال هذا الحادث يأتي اليوم في القلق، ولعله ربما يكون بالفعل نذير شؤم بالنسبة للفلسطينيين فيما نحن في السهر الذي حدثت فيه ووقع فيه تلك الحرب على قطاع غزة. نعم لنا شاهين مراسلة النيل بقطاع غزة، شكرا لك.